صباح الخير وكل الخيرات لكل الأصدقاء المشاهدين من لبنان لكل العالم. حلقتنا اليوم رح نسعى قدر المستطاع نوضع نقاط مع ضيفنا فيها على حروفها، لأنه واقع الملفات المفترض أنه نناقشهم بها المقابلة كتار بيحكي فيهم، وكل من جهته بيسعى لحتى يفسر ويبرر اللي بده إياه. ولكن ضيفنا دائما بكل الحق يلي دائما بتكون مزود لقاءاته فيها معنا بيضوي على كل الأمور وبيعطي كل الملفات حقوقها انطلاقا من محبته لعمله كوزير للعمل وانطلاقا من تقديره للإنسان كإنسان وللعامل كعامل. على وقع المفاوضات الجارية حاليا بين الحكومة وموظفي الإدارة العامة للتوصل لمخرج يضع حد للأضراب العام نظرا للتداعيات السلبية اللي تركتها على إيرادات ومالية الدولة، بيقول ضيفنا مصطفى بيرم وزير العمل بحكومة تصريف الأعمال أنه الدولة ما بتملك واردات، والحل يلي توصل له كل العاملين بهذا القطاع بقرار القدوم إلى العمل يومين هو جيد بوضعنا الراهن. وبيقول من أين سنأتي بالواردات إذا ظلوا في منازلهم؟ هل بطبع المال وتحمل تداعيات تلك الخطوة التضخيمية وارتفاع سعر صرف الدولار؟ فهل من خلال طبع المال سيحصلون على الأموال بيد وتخرج بيد أخرى جراء ارتفاع الأسعار؟ عن واقع الأضراب وكل اللي عم بيصير بيسأل بصراحته، وبيقول موظفي الإدارة العامة اليوم تجاوزوا حدودهم بكل هذه الكلمات. رح نستفسر من معالي الوزير بدءا من هذا الملف الضاغط جدا اليوم واللي عم بيتسبب بتعطيل الإدارة بكثير من المرافق وصولا لملفات أخرى. معالي الوزير اهلا وسهلا فيك. اهلا بكم، تحيه لك المشاهدين. سيدي يعني نحن اشتقنا لك اليوم، وقت اللي بنقول وزير العمل بحكومه تصريف الاعمال قبل بعد ما شاء الله وتيره العمل عندك 7/7 24 على 24 يعني لا تتوقف عن المراجعات والعطاء. نعم، وبصراحه واجباتنا، انت لازم تعطي اشاره للمواطن انه انت بمكان للخدمه لخدمه نعم. الناس وليس مثل ما بقولوا للفخفخه وكذا. نعم. لا مكان لذلك في قاموسنا. نعم. بس حابب اعلق على كلمه تجاوزوا حدودهم. نعم. لا انا قصدت بعد هالعطاءات الاستمرار باضراب مفتوح تجاوز للحدود، وهن رح يضلوا هلا بعتقد في لا في ادارات تغير الوضع شوي، يعني في دعيين لمؤتمر صحفي لحتى يبرروا من نقابه المهندسين انه اللي صار في حدا خرج من عندهم وعم يحكي مش باسمهم ومش باسم الموظفين، يعني في موضوع داخلي عندهم، ولكن القرار انه مستمرين. هلا شوف، انا لا اسمح لنفسي اني احط نفسي بوجههم. نعم. للموظفين، لان انا بخلفيتي معهم وانا جاي من ديوان المحاسبه. حلو منك، عرفت كيف؟ وانا لست المتصدي المباشر بمعنى انه انا اتحمل كره النار، انا تطوعت. حلو. لحاول دور الزوايا، انسحبت انسحبت عندما بلش التصويب علي، بمعنى عندما انقل الافكار. نعم. عندما انقل الاقتراحات بالنهايه في لجنه وزاريه، طب انا بدي كيف بدي اتحرك عندما يجي ينقل لي فرضا. نعم. ما في واردات عمليا، في اقتراح معين بده ما يما شفي. نعم. بطلع بخبرهم بفكروا وكانه انا اللي رفضت او كانه انا اللي ما قبلت، ببلش مثل ما بقولوا القواس علي. لا سمح الله. لا بمعنى الكلام. نعم. يصل الى درجه الاساءات، يعني حقيقه مع العلم انه انا بكل محبه بكل اخلاص بكل صدق حاولت احمل هاي المطالب، لانه انا عارف اليوم انه اصعب وضع هو وضع الموظف. يعني كان الموظف قبل الأزمة قبل الانهيار يعني هو أقرب إلى الطبقة الوسطى، عنده ستاتيكو ماشي عليه، مأقلم حياته ماشي حاله، معاشه حرزان إلى حد كبير، فجأة انهار كل شيء. فالوضع الموظف بأزمة كبرى. بس ولكن مقاربة هذا الموضوع تحتاج إلى موضوعية، يعني هل الإدارة اللبنانية بخير؟ هل الأداء العام بخير؟ لا. لا، هون بدك تعمل حالة من الفرز بين موظفين حملوا الإدارة طوال سنوات وعقود، بين ناس مخلصة ما زالت باللحم الحي عم تشتغل، وبين ناس لا، حالة من الابتزاز مع مجموعة أخرى تم إدخالها وإدخام الإدارة فيها بشكل كامل. بدنا نميز بين صار عندهم حقوق إنسانية. نعم. بس بنفس الوقت أصل دخلته إلى الدولة كان فيها مشكل. أصل دخلته إلى الدولة كان فيها مشكل. نعم. فبدك تراعي كل هالأمور، تستحضر كل هالمسائل. نعم. وتحطها قدامك.
الأساس ننطلق من واقعة أنه يجب أن نحافظ على الإدارة العامة، يجب أن نحافظ على القطاع العام، وأيضا لازم نراعي هذا الموظف. بس بنفس الوقت نحن أمام حالة استثنائية وانهيار كبير جدا نحتاج فيه أن نتحمل مسؤولية تاريخية. بمعنى من جهة بتحمل مسؤولية التاريخية لحافظ على مصالح الناس وما يصير فيه تعطل لمصلحة الناس، وبالمقابل كمان ما كون عم بضرب الواردات اللي أنا عم بتأذى منها. يعني لاحظ هذا الشهر أمتى انقبضت المعاشات؟ بعد 15 آب، وفي مشاكل يعني وفي مشاكل بهذا الموضوع، وفي أيضا مشاكل يعني في كمان الدولة بدها تكون ملتزمة بوعودها كمان. يعني عندما نطلع بلجنة وزارية ونحكي بوعود بدهم يلتزموا الشباب. رح نتوسع بالموضوع، ولكن لحتى نحكي عن هذا الملف نعطي حقه معالي الوزير. أنت قلت بأي صفة سندعو رابطة الموظفين التي انتهت ولايتها للتفاوض معها؟ هي بالبداية أنه أنا دعوت أنه بعد اليوم هي زيتها. طيب ما هذا اللي عم بدعي، أنه ينظموا الوضع شوي قانونا، ينظموا الوضع القانوني، ينعمل انتخابات جديدة، جمعية عمومية جديدة. يتغير شيء برأيك؟ مفترض ينفرز شيء جديد. بالمفاوضات ما صار فيه أبدا تقدم؟ بالمفاوضات أنا بقول لك لم تكن كتير مشجعة على المفاوضات. أول شيء ما كانوا رأي واحد كتير. نعم. ما كانوا رأي واحد كتير. المرونة كانت غائبة بصراحة. بعض الأفكار كانت محقة بس غير واقعية. انه اسا انت هلا بتعمل لي اضراب مفتوح لتحل مشكله ايجارات الدوله، وبالوقت الدوله مش قادره تعطيني لتر مازوت ولا ورقه ولا محبره. كمان نحن اولاد واقع، انه عمهلنا شوي على بعض، يعني بدنا نكون واقعيين شوي. انا طرحت معهم يا جماعه في امور لها طابع انقاذي اغاثي تستجيب لوقع الازمه، للوجع الراهن، للوجع اليومي، ومسار اخر متوازي هو المسار النضال المستدام. نعم بشكل ضغط مستمر، بعمل لجان، بعمل اعتصامات، بعمل دراسات موثقة. يعني أنا بلقاءاتي معهم للشباب لم يكن لديهم دراسات بهذا الموضوع، بغض النظر إذا قالوا لي أنه الدولة لازم تقدم ولا ما تقدم. أنت قدم، أنت نقابي، عمول اللي عليك، أنت يعني. عمول اللي عليك، أنت اليوم طحاش، أنت قدم دراسات محددة، مش أنه والله في رسوم روحوا جيبوها، في أملاك بحرية روحوا. يا خي في أمور بلبنان من عشرات السنين ما لها حل، تعمل إضراب مفتوح لتحل مشكلة الـ يعني بعض الإرباكات اللي مزمنة، بتوقف مصالح الناس لنعمل. فضلا عن ذلك كنا عملنا نوع من ديل ضمنة، أنه يا خي ما أنت عم تجي نهار نهار واحد، كانوا يعني نهارين صاروا نهار؟ لا بوقتها أول ما نعملهم مش طالبين منك. وأنا مثلا بعطيك مثال بوزارتي تفضل. ولا مرة دقرت على موظف ولا مرة تعطيت معه بدوامه، بس كل اللي عملت الناس لا عليك. طبعا كل اللي قلت لهم إياه قلت لهم تعوا يا شباب اعتبر أمك وبيك واقفة برا، بتتركها ولا بتيسر أمره؟ بس عملوا مناوبة لا ترهقك، لا تؤذيك، لا ما بتعمل عليك إرباك مادي. عملوا مناوبة يسروا المرفق العام. هاي التسوية ريثما نخرج من هذا الترقيع. نحن أمام أزمة، أنا بقول علنا نحن أمام ترقيع، عم نحاول يكون ترقيع بس مثل الخلق، رقعة منيحة، خزق بنطلوني رقع لي بس رقعة شوي منيحة. أنا مرة كنت صغير أهلي جايبين لي بنطلون هيك جديد، فأنا بحب الفوتبول، لقيت رفقاتي عم بيلعبوا، ما نطرت لغير البس سبور يعني، فنزلت خزقت البنطلون اول وصوله شمعه طوله، فجاي عم ببكي. قالت لي امي الله يرحمها، لا حبيبي خلص هلا بحط لك شيء هيك لون حلو. حطت لي رقعه، انبسط عم بس طلعت يا عمي هي الرقعه هون في رقعه وهون ما في رقعه، شو هالحكي هذا؟ زعلت قالت لا خلص حبيبي بحط لك رقعه ثانيه. اوكي عملت لي رقعه منيحه، عملت توازن، عم نسعى نعمل ترقيعه منيحه. ريثما خي انت بحصار، انت مخنوق، ما حدا عم بيعطيك مساعدة، ممنوع حدا يساعدك. نحن عايشين حصار، يعني حصار مطبق، مش بس حصار مطبق. اليوم ليش ما بننقب بالمناطق غير المتنازع عليها؟ لأنه ممنوع. إذن أنت أمام حصار. طيب ليش ما منجيب الغاز من مصر والكهرباء من الأردن؟ صرنا سنة نوعدنا بكتير بيانات، ما بدا شيء. قال لهم سامح شكري بمصر، لا تعذبوا قلكم ولا شو ولا شيء، جيبوا لي امضاء من الامريكيين بالموافقه. لهلا ما في. اذا هذا شو حصار؟ طبعا حصار، طبعا في خنق عليك. طب اليوم معليك مطالب الموظفين كان مفترض ينطروا لاقرار الموازنه ولا يعني مش ينطروا؟ انا شو اللي قلته، انا اللي عم بقوله
أنا أعمله كل أنواع الضغط. نعم. بس فكرة إضراب مفتوح. لا. بهيك ظرف، بحكومة تصريف أعمال، بموازنة لم يتم إقرارها، بواردات لا تدخل إلى الدولة. سمعوا واجتمعوا بالسراي يعني مع الرئيس مئاتي واللجنة كمان، وظهروا مسرورين وأمام الكاميرا كان ضحكتهم عريضة. وصلوا لمرحلة قال لم ينفذ شيء، أي بند من الاتفاق. ما بعرف أنا أيمتى صار؟ ما كنت هلا بهالفترة؟ طبعا. لا. قبل استقالة الحكومة. لا مصر. قبل اعتبار الحكومة حكومة تصريف أعمال. لا ما في هيك، ما في هيك اجتماع. لا صراحة بقول لك يعني نوعية الخطاب كانت مش كتير لبقة. نعم. يعني ما بعرف، ما بدي فوت. طب اليوم بدنا نقول نحن في إدارات. أنا اللي بدي أقوله بهذا. نعم. الموضوع اللي بدي تفضل. أقوله أنا مع الموظف لأنه أنا منهم، بس لازم أقوله أنا بس أحكي، بحكي بمصداقية شو السبب. نعم. أنا وزير هلأ معيشي 8 مليون، بس خلص وزارة أنا ابن ديوان المحاسبة طالع أطلع تقاعد، معيشي قدي بصير 3 مليون. أوكي 3 مليون. إذا أنا إلي صفة، إلي مصلحة إنه يتحسن كل هو. بس لأن أنا جوا بعرف البير وغطاء، صار عندي رؤية ما هو الموظف ورؤية مالية الدولة من الداخل. نحن في مأزق كبير جدا، بدنا نتساعد من جهة معترف، ما أنا مثله للموظف، معترفين بأزمة الموظف، تراجع كل شيء. أنا معك في أزمة كبرى. بس ولكن هل مرة في تاريخ لبنان انه الموظف بيجي نهار بالاسبوع وبيعطل 6 ايام؟ اجازته السنويه 20 يوم، من 15 ل 20 يوم. منيح عم نجي نقول له تعا 4 ايام، كنا بالقبل 4 ايام وعطل 26 يوم، 26 يوم عطله. طب اليوم نهايتها طب شو بنعمل؟ طب انا معك يعني شو بنعمل نهايتها مع علي؟ كيف تتوقع نهايتها؟ نحن عم نتصور، نحن عم نقول خذ. نعم. وطالب. نعم. حسن وطالب. اوكي كفي بضغطك، بس ما تتصد، ما تصير انت والناس اعداء. نعم. يعني اليوم في صيت مش حلو للاداره العامه. نعم. في صوت عند المواطنين بسب الموظف وبهينه. طب يا عمي وصلنا للدليفري، وصلنا للدليفري، واحد قاعد مقضرب على اساس مقضرب قاعد عم بارجل، بيجي صاحب مصلحه بيقول له خذ لك 500 دولار نزال افتح لي الاداره وسوي لي معاملتي. طب هي يعقل؟ صوره مش حلوه ابدا. مع اساس مقضرب وقاعد عم تارجل. طب شو هاي الصورة لمين؟ هاي بتضرب مين؟ بالمقابل في أزمات، في أزمات، الموظف مش قادر يفوت على مستشفى مثل الخلق طبعا. ما هاي الأمور كلها بدك تستحضرها، ما فيك تستحضر وجع لحال وتأزم لحال. بس في إدارات عم تشتغل اليوم. ايه طبعا يعني هي بيشتغل. إدارة السير استأنف. لا لا كله بيشتغل. كله عم يشتغل، كله. نعم. عم يشتغل عمليا. في طب شو مفهوم بقى الإضراب المفتوح؟ هيدا اللي بدي أعرفه. ما بعتقد في بعد إضراب مفتوح. لا تعتقد؟ لا عمليا ما بعتقد بعده، بعده كمفتوح، فكرة مفتوح. أنا تحفظت من البداية على المفتوح. إنه يا إخوان ما تعادوا الناس. يا أخي شو ذنب المواطن؟ شو ذنب المواطن؟ أنت موجوع بفهمك. طب المواطن بتضرب المواطن، عمين عم تضغط؟ على السياسيين؟ ما أغلب السياسيين على فكرك ما ناموا ليلتها يعني إنه يعني والله العظيم حلوة صراحتك. حلوة إيه حلوة والله العظيم. لما حاولوا والدور علينا يا أخي والله نحن من هالطبقة ومنعرفهم للشباب وعايشين. نعم. مثلهم. بس أنا اللي عم بقلهم إياه نحن نتحمل مسؤولية فقط. نعم. وأنا بقلك عندما يكون في موجوع ما بيتقبل الكلام المنطقي. نعم. بيصير ميل أكثر إلى الشعبوية. ما عليك يعني هالموضوع نحن افتكر البعض بينحل بزيادة الدولار الجمركي. نعم. كلهم عم بيقولوا انه استعدوا وتقبلوا وفق تبريرات من بعض يعني الخبراء والوزراء والسياسيين، ولكن انت ما عليك قلت انا متحفظ عن ال 20,000 ليره للدولار الجمركي. طبعا اذا ال 20,000 بحلوا مشكله رح تخلق كثير مشاكل بالمقابل يعني ولا شو؟ شوف شو سبب هذا التحفظ؟ سبب هذا التحفظ نحن اول ما طلع، شوف انا بهيك امور اول شيء اراعي التضامن الوزاري لأنه نحن فريق وزاري كان كتير منيح حقيقة، في مودة في احترام، ما كان في نكيات ببعضنا، وهيدي من المرات القليلة بلبنان بصراحة. صورة حلوة. ايه كان في صورة منيحة بالنقاش الوزاري مع الزملاء الوزراء كانوا كتير، والرئيس ميقاتي أدار اللقاءات الوزارية بشكل كتير منيح كان أثناء الفترة ما كانت الوزارية. عم تعقد رسميا هاللقاءات. لا لا عم بحكي قبل. نعم. عم بحكي أثناء الحكومي يعني. على الجديدة. ايه فعندما أتكلم. نعم. أنا بخشى أو بحط ضابطة عدم المزايدة وعدم الشعبوية، بس من حقي كمان أقول رأيي. طبعا نحن عندما طرح مسألة الدولار الجمركي أو ما اصطلح عليه بالدولار الجمركي
أثناء نقاش مشروع الموازنة في جلسات الحكومة المتتالية في السراي، نحن طلبنا، قلنا لهم يا جماعة قدموا لنا لائحة بالمواد التي ستطالها والمواد التي سيتم إعفاؤها. نعم. عملوا لنا دراسة عن الجدوى عن الكذا. اثنين، قلنا لهم منيح تعملوا المرحلية، لأن البنى التحتية في لبنان الاقتصادية والاجتماعية لا تحتمل الطفرات المفاجئة. اعملوا المرحلية، طلعوا شوي شوي بالمرحلية. نعم. مع أمور أخرى تكون مواكبة لألها. أوكي. ما نشتغل على القطعة بهالطريقة. أوكي. لم يقدم لنا ذلك. عندما لم يقدم لنا ذلك، نحن بدأنا عملية تحفظ بهاللحظة. وعندما صارت إشكالية طريقة إقرار الموازنة، تذكر صار في إشكالية. نعم. نحن اعتبرنا أنه ما توافقنا عليها، عمليا راحت لمجلس النواب، ما عش فتحنا الموضوع أنه الأمر عند مجلس النواب، هو المقرر خلص، طالما في مجلس النواب طبعا. وهو مؤلف من مختلف الكتل في لبنان، مختلف الفرقاء في لبنان، فليتحمل الجميع المسؤولية. أوكي. ما عش نحكى بالموضوع إلى أن منذ مدة شهر تقريبا كان في عنا لجنة وزارية، أخبرنا دولة الرئيس الحكومة أنه كان في اجتماع مع لجنة المال والموازنة، وتم التوافق وبحضور معالي وزير المال، وتم التوافق على مبلغ 12,000 ليرة. عم ببلغنا، لأنه نحن بلجنة لا بدها تصويت ولا بدها، عم ببلغنا، استمعنا، اكتفينا. تم التوافق ولا كان عم يعني؟ لا لا، عم بيقول تم التوافق على 12,000، نعتمد مبلغ 12,000 ليرة. نحن معلقنا، عم نستمع، طالما لجنة المال وعم تخبرون خلص، يعني ليست صلاحية وزارية صارت أو حكومية، خلينا نقول تركنا الأمور. طالما إذا في اتفاق مع لجنة المال، معناتها الكل صار عم بيشترك بهذا الموضوع ليتحملوا المسؤولية كلهم مع بعض. إلى أن صار الاجتماع الأخير بالسراي، الذي حرص دولة الرئيس أثناء الدعوة أنه يقلنا ليس اجتماعا رسميا، وحرص حتى بالشكل ما يتفسر أنه اجتماع، أنه اجتماع للحكومة. شو المقصود بالشكل يعني؟ يعني حتى ما قعدنا على طاولة، يعني حرص حتى أنه ما نقعد على طاولة يبين وكأنه اجتماع، يعني قعدنا بصالون، يعني حتى بهيدي كان ملتفت دولة يعني. الرئيس عارف كيف يعني، عم بحكي حتى بهالشكلية، وحرص أنه ليست اجتماعا رسميا بدليل لا تخضع للتصويت، لا تخضع للقرارات. مين حضر بوقتها؟ كل الوزراء، كل الوزراء. طيب بالأثناء طرحت عدة أمور، طرح موضوع الترسيم، موضوع النازحين، موضوع وصلوا، طرحت فكرة الدولار الجمركي، نحن عم نستمع، لكن تفاجأنا بمبلغ 20,000، وقيل أنه هاي صلاحية يستطيع أن يأخذها وزير المالية منفردا بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان. نعم. طيب وزير عم بيقول لك أنه أنا عندي هاي الصلاحية من حق، لا، وما عم بيعرضها للموافقة أم لا، وعم بيخبرنا، عم بيخبرونا أنه المصلحة تقتضي ذلك. نعم. ومعش يحمل البلد ومعنا واردات. صح. والقطاع الخاص أقلم نفسه إلى حد معين، باقي القطاع العام في مأزق، كيف بدنا نحمي القطاع العام؟ أوكي، المبررات فيها نقاش. نعم. عرفت كيف يعني، فيها وجاهة مثل ما بقوله. لكن نعم، عندما قيل تاني يوم من قبل دولة الرئيس بالبيان تبعه أنه نحن توافقنا على ذلك، لا، نحن تحفظنا، نحن لم نتوافق. وإذا بدنا نتوافق مش عهيك رخو، لأنه كيف انتقل من 12 ل 20؟ شو اللي صار؟ ما أخبرنا بذلك. أضف إلى ذلك، أنا طرحت ضابطة وقلت لهم، قلت لهم نحن نعاني في لبنان من متلازم في السياسة، من متلازمة التايتانيك. قالوا لي شو المقصد؟ قلت لهم نحن نهتم ببعض التفاصيل على خلاف جبل الجليد الذي ينتظرنا. قلت لهم تايتانيك حلو، زخرفوها زخرفة هائلة، علقوا على الأوضة، أي أوضة أجمل من الثاني وأي قاعة، في أول إبحار لها أغفلوا جبل الجليد الذي كان ينتظرهم في الليل، فغرقت السفينة من أول إبحار لها. قلت لهم هيدي خطأ في السياسي في لبنان، انتبهوا يا جماعة. نعم. لذلك طرحت ساعتها أنه شو الضابطة التي تمنع بعض التجار من أنه يغلوا ومن أنه ياخذوا هلأ، لأن التجربة غير مشجعة. طب ما في جواب مقنع. تجربة المراقبة يعني؟ ايه، ما في يا اخي شو. طب اليوم يعني معليك عم بتقول انه هي صلاحية وزير المال، هو قال ذلك. هو كان عم بقول ذلك، صلاحيته محاكم مصرف لبنان. شو دور يعني هون لجنة يعني لجنة المال بمجلس النيابة اللي هي قررت على اساس انه يقرر هذا الموضوع ضمن مجلس النواب؟
الوزير فانه قال هيدي فالوزير صراحة. قال لانه الامر مستعجل نعم. لانه الهيئه الموازنه مش نعم. مش مبينه سريعه فلازم نعمل شيء ما بيحمل البلد ما في اي واردات عم بتفوت هو من هالباب اليوم نحن وين أنا بيحمل البلد إيه نحن اليوم بيحمل البلد نتاخر اكثر لا ما بيحمل ما نحن الاصول نروح نعمل يتم اقرار الموازنه الاصول يتم اقرار الكابيتال كنترول في حلول في اشارات كبرى لازم نعم. انت توجهها هل يعقل ان يترك المواطن اللبناني مع ان يكون مع دوله كل مصرف انت امام دوله مع كل مصرف انت بدوله حلوه عنده تشريعاته عنده قراراته عنده سقوفه شكوى وزير ايه شكوى وزير لا لانه انا وجهت كتب انا لما لا ما بكتفي بالحكي انا وجهت كتب وجهت كتب الى جمعيه المصارف وجهت كتاب الى حاكم مصرف لبنان حول السقوف ما بحق لكم انا عندي مصاري عندي معاشي انا عامل هذه الاتفاقيات الدولية هي بديهيات حقوق الإنسان بديهيات حقوق العمال يعني ما بتقدر تقدر تسحب معاشك عتمد لا مرة أنا طالع على بيتي معاش معي مصاري فوت على الاتي ام أنا وزير فوت على الاتي ام حطيت يعني بدي جيب دواء لابني بالليل عرفت كيف كتب لي تجاوزت السقف حطيت مليون تجاوزت السقف فطيب يا خي 500,000 حطيت 500,000 تجاوزت السقف يا خي 250,000 بديش أوصل على البيت ما معيش ولا ليرة 250,000 قال لي تجاوزت السقف كسروا للاتي ام يعني شو بعمل حملت حالي وطلعت شيء مؤسف طب اليوم الدولار الجمركي على اي سعر عم ينحسب اليوم هلا على 1005 بعده على 1005 إيه. كمان هذا مش منطقي كمان هذا مش منطقي هذا خلاف المنطق الاقتصادي انه التاجر بيربح على مستوى 30,000 واكثر وبروح بيصرح على 1005 للدوله ما كمان مش منطق بدنا علاج متكامل علاج متكامل الكل يتحمل فيه المسؤولية نجي نقعد ايه في قرارات صعبة ايه في قرارات صعبة بس يخي تكون واقعية تكون منطقية تقلي انا بدي اتوجع من هون لشهر بفهم من بعد هذا الشهر انا في عندي التحسن التالي انا اطرحت انه لازم يكون في ادارة للرأي العام نعم. لازم يكون في مصارحة للرأي العام ما نشتغل على الفأسة اوكي اللي عم بيصير اليوم شغل على الفأسة طب اليوم معليك الموضوع بس ما منيأس انتبه ما لازم نيأس اكيد انا شايف امل تاني هلا في مطرح تاني هو الامل فيه هو ملف الغاز اذا بدك هلا طبعا رح نحكي عن غازات هذا مطرح تاني الموضوع كتير مهم ولكن احنا بس نحكي عن الدولار الجمركي هلا عم بيقول لي المخرج باسم جابر انه اليوم بتشوف في مولات ومحلات كبيره جدا مليئه ببضاعه يعني فور اقرار دولار الجمركي من سيراقب انه هيدي موجوده هذا اللي سالته انا يعني هذا اللي حكيته نعم. انا كوزير نعم. قلت لهم يا خيي ما هي الضابطه التي ستعطيني اطمئنان كمواطن لبناني انه في رقابه بهذا الموضوع التجربه غير مشجعه تجربه غير مشجعه بلبنان طب اليوم يعني يا خيي لازم تنزل تضرب ايد من حديد نعم اخذت قرار مقتنع فيه بنزل بدافع عنه وبنزل بحمي المواطن منه هيك الشغل بده ينشغل فيني بده يكون في نزلة على الأرض بنزل بتابع قراراتي باللحظة اللي باخد قراري ومقتنع فيه بنزل بدافع عنه ما فيك ترمية القصة هيك طب اليوم بالانتظار لأنه التجربة نعم. باللبنان يا خي شفنا أزمة الطحين نعم. يا خي بتفوت على الأفران اللي. أجود أنواع الكرواسون موجودة طيب ممتاز الكعك بكل أنواعه موجود صح. الكيك بكل أنواعه موجود يا خي بدي أكل خبزة مش موجودة انه كيف لقيت لي طحين لتعمل لي كرواسون ما لقيت لي طحين للطعمينة شيء عجيب والله طيب اوكي انا عم بحكي كوزير يعني ماشي الحال يمكن يطلع مواطن هلا يا عمي اذا الوزير عم بيحكي خي ايه عم بحكي هيك انا عم بنقل نبضك سميناها شكوى وزير ايه عم بنقل نبضك نعم عم بنقل نبضك نعم. عم بنقل نبضك عم بنقل هذا الصوت مش لاعمل مزايدة ولا شعبوية لا ما بتحبها انت ما ابدا نعم. ابدا بالعكس بالعكس والكل حريص يعني معلش انا مش عم زي كلهم حريصين بس خي بالنهاية عندك مقاربتك طب اليوم اذا قالوا لك انه الدولار الجمركي اذا نحن بدنا نسعره على 20,000 لحتى نحل موضوع موظفي الاداره العامه ومصاريف الدوله لا نحن متحفظين لانه في قائم. لانه دغري على العشرين كتير خبراء اقتصاديين عم بحذروا من ذلك رح يكون له تداعيات اقتصاديه طبعا. كبيره طبعا ليش بدك تفوت فيه دغري يا خي من ال1005 بتطلع دغري للعشرين لو خي فوت المرحلية شوي
طب بس انه في يعني هن بيسارعوا بيقولوا انه السلع الغذائيه معفات وفي اصناف كثيره معفات وبتخافوا طب نقلنا هذا الكلام يا خيي والله والله العظيم طلبنا بيبعتوا لنا ورقه يا خيي بعتوا لنا لائحه بدنا لائحه شو هي المعفات السلع الغذائيه معفات يا خيي والله بعرف بارك بعتوا لي اياهم لاني وزير يا خيي بعتوا لنا اياهم بعتوا لنا اياهم بدنا نشوف شو هي السلع المعفات بعتوا لنا اياها يعني هذه المواضيع هي مهمة كثير والناس هلأ ناطرين يعني للي هلأ عم بيسمعنا وناطر بتعتقد بعد بياخد كثير وقت لإقرار الدولار الجمركي يعني بنحمل بعد الخبراء يقولون أنه لازم يكون في شيء على الدولار الجمركي نعم كمان الخبراء يقولون أنه لازم يكون له تدرج أخي شو بتخسر إذا عملت تدرج طب إسا بعدك عم تاخد على 1005 ومش عم تاخد شيء طب روح عمله على 8000 8 عملوا على 8000 ب 8000 بتحسن بمقدار ما يدخل اليك من واردات في القطاع العام نعم تعمل هاي المرحليه تعمل هاي المرحليه حتى بنقاش مع الموظف يعني. شوف حبنا دارة بتقول لي انا عم بتوجع بس ما في امد ما بتحمل وجعي دارة بتقول لي توجع لهالفتره من بعدها في فرج بتحمل يعني في شيء أمرار أنا قلت لهم ركزوا على الرسالة السيكولوجية بالتعاطي مع الناس حتى مع الموظف الموظف كمان ما ابن البلد مزبوط الموظف عم بيتحمل وموظف شال الإدارة وتحمل وبأصعب الظروف ومنشان هيك نحن متمسكين بالقطاع العام أنا كنت أقول أن القطاع العام والإدارة العامة في لبنان هي التي حفظت تماسك اللبنانيين بعز الحرب الأهلية البغيضة كان اللبناني يجتمع مع اللبناني الآخر تحت سقف واحد من أجل خدمة القانون الإدارة العامة كانت المضمار الوحيد المتبقي لتحس بنوع من الولاء للدولة وتخرج من الولاء للزروب وللزعيم إكس وإجريج نعم. وتخرج للزعامات المناطقية نحتاج إلى دولة نحتاج إلى دولة اللبناني بده دولة نحتاج إلى دولة معليك يعني اليوم انت انا بقدر صراحتك اللي انت عم تحكيها والناس اكيد يمكن سعيدين بهذه الصراحه اللي انت هلا عم بتقولها نحتاج الى دوله يعني وانت عنصر من العناصر المفترض انك تقدر تساعد على الاقل بصراحتك بالمطرح اللي انا للوصول فيه الى الدولة بالمطرح اللي انا فيه اثبت انه ايه انا عم بشتغل عم بشتغل كدوله معليك لانك انت عم بشتغل بمعيار عم بشتغل بمعياريه عم بحاول اعمل نوع من الاستدامه اليوم عملنا خطه تحول رقمي في وزاره العمل مرتبط إلى مدى 3 سنين رح نحكي عنها مع طلال أبو غزالي بعد شوي طيب شغلة هيدي بتتهلنا عليها هيدي أنا بروح المنصب بروح وأنا الوزير بروح الوزير. تبقى الإدارة ولحتى نعمل نوع من الاستدامة نعم وافق عليها مجلس الوزراء قبل تصريف الأعمال وهي سارية المفعول هذا بيجعل أي وزير آخر يجي يعمل نوع من الاستدامة وهذا المنطق وهذا منطق المؤسسات طب مش الشخصانية هذا الموضوع عم تحكي عنه هو كتير مهم تسمح لي نتوسع فيه بعد البريك نعم إذا أمكن بناخذ بريك وبنرجع نتابع سوا برنامجنا بعدنا معكم وأهلا بالأصدقاء المتابعين مشاكل وحلول عبر تلفزيون لبنان مع ضيفنا معالي وزير العمل بحكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم معليك إذا أمكن أنت آليت أنك تحكي على الموظف وحقوقه وتعبه تنوصله على شغله أقل ريديله بمرسوم استثنائي 95,000 عادلة كافية برأيك منصفة ال 95,000؟ لا ليست منصفة شفت ليش بحب صراحتك بحبك هيك؟ لا ليست لا. منصفة أكيد ليست كافية نعم ليست كافية بس بين إني ما أعطي شيء كنا 8000 24 45 بين إني ما حصل له شيء ويبقى مثل ما هو حصل له 95 لا نعم. حصل له ال 95 فلذلك على مستوى القطاع الخاص نعم. عملنا اجتماعات لجنة المؤشر اللي عم تضلها تواكب الى حد معين عرفت كيف انه تعمل نوع من التحسين بهذا المجال يعني انه بدال ما يروح يصرف معاشه يعني اذا راح بالفان ورجع بالفان فيها وجهة نظر عرفت كيف وبنفس الوقت عملنا زيادات على المعاش نعم صار عمليا بين زيادات 1,325,000 عم بحكي بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل وعملنا له زيادة 600,000 وعملنا زيادة هلأ 95,000 إذا بتجمعهم مع بعض بيوصلوا لحدود 5 مليون يعني نوع من كافي مش كافي بس بين أني أتركه 675,000 لا صرنا عاملين نوع من مضاعفة بهذا المجال وهذا عم نعمل مرونة ليش؟ لأنه عم بمشي بحذر ليش بدي أمشي بحذر؟ لأنه هذا القرار مش أنا وحدي باخده في عندك أصحاب العمل ممثلي أصحاب العمل وعندك ممثلي العمال طيب بالمقابل
أكيد أنا أنطلق من مصلحة العامل المتضرر الأكبر. نعم. اللي هو الأزمة عنده. بس ولكن بالمقابل ما فيك كمان تروح تضرب أصحاب العمل، ما أنا كمان حريص يبقى العمل، حريص تبقى هالمؤسسة، حريص تبقى العمالة فيها، حريص يبقى تشغيل رأس المال بهذا الموضوع لتدل الدورة الاقتصادية. نعم. موجودة، مش من باب أنه أنا والله أسهل شيء بيجي بقول أنا اليوم التضخم كذا، الحد الأدنى 10 مليون. طب اليوم في زيادة على الزيادة اللي صارت على 95 ألف بالأفق يعني، لأنه ما شاء الله أنت اشتغلت عليها بسرعة. نعم. حتى صدر المرسوم الاستثنائي. صح. كل جهدك اشتغلت. نعم. طبعا من حي آخرين ساهموا، حتى ما نكون من الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني لازم نحن نعطي حق لكل. نعم. من شارك وكل من قام معنا بهذا المجال. في زيادة، الاجتماعات مفتوحة، اجتماعات كله مفتوحة وارد يعني بلجنة المؤشر. نعم. هلأ في شيء مهم هلأ عم نشتغل عليه، لجنة المؤشر اللي هو كان في مشروع قانون بأنه تعويض نهاية الخدمة بالقطاع الخاص فقد قيمته. نيح؟ يعني كان يطلع لك 60,000 دولار، هلأ أنجأ طالعين 1,800 دولار. شو بيعمل اللي خلص وقته هلأ؟ هلأ خلص شو؟ لأقول لك شو الفكرة اللي عم نعملها، أنه يا خي هات لنحول، نعطي خيار لمعاش تقاعدي، يعني بدل ما يختار تعويض نهاية الخدمة بيجي بيقول لك لا أنا بدي معاش مدى الحياة. فهذه فكرة مهمة مثل القطاع العام. وبعد الحياة لمين بيروح معاش وخلص؟ تاخده عائلته. تاخده عائلته. ايه؟ مثل القطاع العام. نعم. وهذه نقطة كتير من مهمة. من يحدد القيمة؟ ما لأقول لك شو، هيدي كتير مهمة وإصلاحية، لأنه بعد في 3 دول بالعالم بيناتهم لبنان ما بيطبقوا هيدي المسألة. طيب شو اللي صار؟ اللي صار إنه في مشروع قانون موجود باللجان النيابية قبل ما أنا أجي. نعم. تولى هيدي اللجنة سعادة النائب نقول نحاس، قام بجهد حقيقة، عمل اجتماعات متلاحقة، كنت أنا شارك بهذا المجال وتقديري صارت باللجان. نعم. لكن البروسيدور بقلب مجلس النواب قد تاخد وقت. امت أنا صرت فكر بإجراء موازي، شو في أعمل في مطرح قاعد فكر فيه، دقرنا شوي هيك بقانون الضمان مادة 54 فقرة 5 مخباية، شو بتعطي، ظهرناها لنا طلي شوي علينا هيك، وجدتها فقرة مقررة منذ أن وجد قانون الضمان بس بموت سريري. تنص أخرجناها من الموت السريري بحكم أنني وصي على الضمان، أرسلت كتاب إلى إدارة الضمان الاجتماعي بوجوب تشكيل لجنة لتحويل هذه المادة إلى نظام معمول به، التي تنص على أنه يمكن للمضمون انه يختار بدال تعويض الصرف، تعويض نهايه الخدمه، يختار معاش تقاعدي. ممكن من اليوم يعني؟ لا بشوف لك شو اللي صار دغري. حلو. فعلا استجابت اداره الضمان، شكل مدير عام الضمان لجنه اشتغلت بشكل سريع، استفادوا من بعض الخبراء، خلصوا مهمتهم بشكل شبه نهائي، قدموا لي الفكره شبه جاهزه. انا لحاول اوفر وقت لحتى ما يروحوا يتفاوضوا مع العمال لحال ويتفاوضوا مع اصحاب العمل لحال. شو عملنا؟ قلنا هات لنجمعهم كلهم. وين مجموعين هو كلهم؟ بلجنة المؤشر. تعا يا سعادة مدير عام الضمان، تعوا يا جماعة أصحاب العمل، يا جماعة العمال، اجتمعنا بلجنة المؤشر. الاتحاد العمالي أصدق. ايه نعم. نعم. عرضت الفكرة، القبول الأولي من الكل، القبول الأولي. الفكرة كتير منيحة وهيدي بتعمل مخرج. شو ناقص بعد؟ ايه. الناقص إنه طلبنا دراسة اكتوارية دقيقة تفرجين التمويل كيف بده يكون بالضبط. يعني ممكن ينزاد 1.2 أو 3 اشتراكات على أصحاب العمل بس بيعفوا من تعويض من تسوية نهاية الخدمة. هذا بتريح صاحب العمل وبنفس الوقت أنت عطيت للعامل إمكانية يأخذ معاش تقاعدي. نعم. فهلأ ناطرين الدراسة، مفترض بظرف أسبوع في اجتماع سيحصل بهالكم يوم مع مدير عام الضمان لنشوف وين صرنا بهالدراسة. إذا قدمت هذه الدراسة واكتملت نجتمع لجنة المؤشر ناخد قرار فيها. أنا برسل كتاب إلى مجلس إدارة الضمان بقر هذا النظام، أصدقه وبحمله بإيدي وبروح باخد فيه مرسوم استثنائي وموافقة استثنائية من فخامة الرئيس ودولة الرئيس ووزير المعالي وزير المال ووزير العمل. أنت غيرت شغلة، يعني بالعادة نحن بنقول اللجان مقبرة لكل شيء بتروح عليه، يعني هذه اللجنة وطريقة العمل وختمتها بياخذوا بإيدي وبروح يعني لحتى نحارب الروتين الإداري. أكيد. ونقول أنا مش أول مرة، أنا يوم عملت مشروع إصلاحي للضمان وتعيينات. نعم. طلعت أنا بإيدي على الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحطيتهم على جدول الأعمال، ما بعتهم مع بالبريد العادي بالبريد. يعني. لا
يعني هلا اللي خلص شغله هلا عم بيسمعنا لانه مكلف. هودي التفاصيل هود التفاصيل متى محلهم بعد نهائيا؟ نعم. هل يعني عنده هلا معاملات بينطر بيطول باله ولا بيفقد حقه اذا اخذ تعويضه اليوم؟ بدها نقاش يعني هيدي الآلية مش مرتبطة فيه. نعم. بس لحال هيدي الآلية بدك تشوف على ضوء التمويل قديه كمية التمويل الموجودة. نعم. يعني هل بيطلع على مفعول رجعي؟ هل تحكم اللي هلأ بده يطلع أو اللي طلع من كم شهر أو اللي نعم فيها نعم. نقاش مرتبطة بمسألة التمويل، بس بين أني ما يكون في شيء وبين أني أعمل له إتاحة لا خلي يكون في إتاحة بهذا المجال. معليك يعني الوقت عم بدهمنا وبعد في عنا كتير ملفات بدنا نحكي فيها. موضوع تحويل رواتب القضاة على سعر 8000 ليرة. نعم. عمل ضجة. نعم. ناس مع ناس ضد وصولا لأضراب القضاة. نعم. لهذا الموضوع انت شو هو موقفك من شوي؟ قلت لي انت بتقبض 8 ملايين ليرة. صح. يعني في سعي لحتى كمان تقبضوا انتوا على 8000؟ والله انا صدقا لا يعني اتحرج. نعم. اني اسعى لتحسين معاشي اتحرج. نعم. بصراحه بقول لك يعني ما بقبل باثناء الجلسه احكي بمعاشاتنا اتحرج ادبا. ما بلاقيها مناسبه بهيك ظرف اني طالب ب مع انه لازم يعني شو 8 مليون مشكله يعني بصراحه. وخاصة عم تروح وتجي انت تتحرك اكيد يعني. لو ما في مساعدة معينة يعني مشكلة مشكورة على كل حال مشكورة على كل حال. موضوع القضاء بلا شك ان القضاة لازم تعزيزهم، لازم تعزيز السلطة القضائية. نعم. لازم تعزيز استقلاليتها. نعم نحن يوم اللي نمنا وفقنا لقينا في شيء حصل من هذا، نحن اشكلنا على الشكل مش على المضمون. نعم. لو بيعطون 12 ضعف ما عندي مشكله، علبه مثل العسل، بس الطريقه اللي انعملت فيها اثارت ارباك العديد من الوزراء. فاجاتكم؟ ايه طبعا فاجاتنا، انه يا اخي طب معقوله وزراء نحن مش عارفين كيف صارت القصه؟ بس طلبنا انه طيب وبتروحوا بتزبطوا لقطاع وبتتركوا قطاعات اخرى؟ ما هي عملت ارباك ورجعت فركشت التفاوض مع الموظفين وعملت مشاكل مع اساتذه الجامعه ومع الامور الاخرى. هون البعض بيفهمك غلط وكانه إن انا معترض. يا عمي لا والله بدكم تزبطوها من صندوق تعاضد القضاة تعملوا لهم 12 ضعف. القضاة يستحقون ولازم يكون عنده حصانته ويكون لا. عنده مناعته الماديه لحتى تصير تقوى مناعته الاخلاقيه. عرف كيف؟ بس الطريقة اللي صارت طريقة غير واضحة، طريقة غير واضحة لم يعلم بها الوزراء. الوزراء نعم. اعترضوا، مش بس أنا يعني، مش اعترضوا على الشكلية إنه أو على الاستيضاح إنه يا خيي طب كيف نعم. تمت؟ إنه معقولة وزراء مش عارفين كيف تمت القصة؟ طب تمت بهندسة مالية، كيف؟ هل هناك إمكانية لهندسة مالية لآخرين؟ هذا السؤال. هذا هالقد حجمه، مش انه والله رحنا اعترضنا او انه والله ممنوع ياخذوا. لا هذا مو صريح ابدا، بالعكس حقهم وياخذوا صحتين على قلبهم. بس يا خيي انا وزير مش حقي اعرف كيف صدر هذا القرار؟ ما عم نشتغل ليل نهار لنظبط شؤون الموظفين، من نام على اساس عم طب بس تسبب باشكال وباضراب هذا القرار هلا اليوم. ايه طبيعي، لان اخي والله العظيم هي اللي كنت بعدني عم بقول لك اياه، هيك على الفاسه على الفاسه بيشتغلوا على الفاسه عندنا بلبنان. هي فاسه فاسه فاس، بتفيق نايم انت بتكون عم محترق سلافك. نعم. عم تحكي مع اكس واجرج ورايح بسيارتك وجاي وعم تعمل حوارات ومباحثات واللي مش راضي اكثر من اللي راضي، بتنام بتفيق في حل طلع لقطاع معين. طيب خيي هالحل مين عمله؟ ما امبارح كنا باللجنه الوزاريه ما حدا جاب لنا سيره. طيب هل هناك امكانيه لحل شبيه؟ اشرحوا لنا آلية بعد هلا. انا مش هلا مش فهمان شو هي، كيف صارت القصة؟ ما حدا خبرك؟ ما حدا خبرنا آلية حصلت بين حاكم مصرف لبنان. كيف هالآلية؟ اشرحوا لنا اياها. بعد هلا ما حدا شرح لنا اياها، والله صحتين على قلبهم. بس قولوا لنا كيف، هل هناك إمكانية لهندسة مشابهة مع الموظفين؟ هل نعم. هناك لهندسة مشابهة مع المعلمين بالجامعة اللبنانية؟ لأنه عندما طرحوا للموظفين المعاش ينضرب بثمانية على اساس دولار 8000 يعتبر، قلت لهم ما في مال ورحنا قلنا لهم ما في مال. طب ما طلعتونا بدون مصداقيه، فقنا الصبح في مال لمطرح اخر. خي صحتين على قلب المطرح الاخر، بس السؤال برروا لنا بس كيف. حلو. كيف حدثت؟ هل هناك امكانيه لهندسه مشابهه لنحل مشاكل الاخرين لنريح القطاع العام ونرجع الدوله؟ طيب الجامعه اللبنانيه 80000 طالب بلبنان، جامعة الفقراء لح تصير، هل يمكن أن نسمح أن يصل أن التعليم الجامعي يصبح للأغنياء؟ طبعا لا.
طيب شو هالحكي هذا؟ منشان هيك عم نجي نقول لهم ما تشتغلوا على الفأسة. نعم. بدنا نشتغل على طريقة الكل يتحمل مسؤولية، الكل بدنا نتساعد. نحن بمرحلة تاريخية، بمرحلة مصيرية في هذا البلد، كلنا سوا. ما في أنا أخذ من قدامك وخلص أنا قعدت وأنت يعني عفوا يعني عمره ما حدا يرجع، ما فيك. لذلك السادة القضاة نحن معهم ونحن مع تحصينهم، وما بيمشي البلد بلا سلطة قضائية مستقلة، وما بيمشي البلد بلا قاضي له هيبته وله وهرته. معليك رح نسأل يعني بعض الأسئلة السريعة جدا إذا بتسمح لي. اليوم رئيس نيابة عمال المخابز بيروت وجبل لبنان شحاد المصري بيقول ليش وزارة العمل ما عم بتطبق قانون العمل والقوانين المرعية الإجراء على عمال الأفران؟ كنا على اساس انه يا بدنا نجتمع للسيش هيك عم بيقول ايه انه شو هلا يعني هات الدقائق تفاصيل فيما يتعلق بهذا الموضوع. في جميع السوريين عم بيشتغلوا بالافران. نعم. شو بنعمل؟ شو بعمل في واقع فارض حاله؟ ايه في واقع شو بعمل يا خيو؟ في جزء اخر اللبناني قسم من اللبناني ما بده يشتغل. نعم. شو بعمل يا ما في شباب زبطتهم ثاني يوم قاعدين عم بيأرجلوا. معليك انت بتقول انه تاريخيا المواطن اللبناني يفتقد الثقة بالسلطة. نعم. نقول له هناك ناس وإدارات تفكر بك، مشان هيك اطلقت مبادرة لعلها بالمرة الاولى تحصل في لبنان، وهي اشراك شباب بصنع القرارات لحتى يكون العمل التشاركي والمبادرة تكون اعطني فكرة وشاركني في صناعة القرار. نعم. خبرني عنها اذا هيدي أكن. كنت بملتقى شبابي وحبيت أن أطلق هذه المبادرة من باب إعادة ترميم الثقة ويعني تقصير الفجوة، تضييق الفجوة بين المواطن وبين السلطة. شعار حلو كتير. نعم. فأنا طلبت، أنا مستعد أي مواطن أي شاب عنده أي صبية عنده اقتراح مرتبط بتطوير قانون العمل، مرتبط بتطوير مصالح العمال، مرتبط بأي شيء مرتبط بشؤون العمال ووزارة العمل، أنا مستعد أن أقبل. وهلأ برجع بكررها عبر حضرتك تلفزيون لبنان، تلفزيون اللي نحن له احترامه ورمزيته، هذا تلفزيون لبنان كان له عز. شو بدك تقول عنه؟ بدي أقول عنه هذا مهم جدا. أنا اليوم جايب لهم قرار، عملت قرار وجهته افتح يا سمسم وجهته افتح يعني وجهته إلى معالي وزير الإعلام. نعم. صار في تبادل كتب مع إدارة تلفزيون لبنان، مع المديرة العامة. نعم، مع المديرة العامة اللي كمان تعاونت بهذا المجال وكانت شفافة وشرحت لي أنه إيه أنا أحمل هذا الهم، لكن عنا إشكالية بمسألة الاعتمادات والواردات، وبحكم أنه في وصاية لوزارة الإعلام أنا الآن وجهت كتاب إلى معالي وزير الإعلام اللي بعرف أنه هو مهتم كمان بالموضوع. نعم. بس من باب إتمام الملف لحتى. نعم. أنه إيه إجت الكتب، إجت من وزير العمل، إجت لوفر كل هذه الكتب. يعني صار في كتب من إدارة التلفزيون، صار في كتب من وزير العمل، كتب هلا بيوصل لمعالي. حمله بايدك كمان. لانه عامله هلا، لانه كاتبه هلا والله. نعم. يعني اليوم اخذنا هذا القرار اللي هو طب طالما كاتبه فتحته العنوان. ايه هذا القرار. شو عنوانه؟ عنوانه منح العاملين في شركه تلفزيون لبنان زياده غلاء المعيشه وتعويض الانتاجيه والمساعده الاجتماعيه. وبالتالي هذا اللي صار فيه ترحيب من قبل الإدارة يعني. نعم. إيه طبعا الإدارة رحبت بهذا المجال وقالت لي ياريت هذا الأمر بصير. هلأ وجهناه لمعالي وزير الإعلام وأعتقد هو كتير متعاون بهذا المجال. نعم. بس عمليا الملف بيكتمل بهالطريقة، بيكتمل بهالطريقة، وساعتها بيرح فيه إلى المالية إنه يا خيي وزير الأعمال عم بيقلكن هيك، وزير الإعلام عم بيقلكن هيك، إدارة التلفزيون عم بتقلكن هيك، نقابة العاملين عم بتقلكن هيك، حقوق هالعاملين بتقلكن هيك، تاريخنا، ذاكرتنا، وجداننا، طفولتنا المتعلقة بتلفزيون لبنان اللي منحتاج فيه إنه إيه يطلع خطاب يعبر عن اللبنانيين مش يعبر عن منطقة أو فئة بعينها. هذا التلفزيون نحن نحتاجه في لبنان، نحتاج الصوت الجامع. تعبنا من الأصوات لكل واحد تابع للزروبي تبعه، تعبنا إذا في مباراة بين فريقين لبنانيين تمتلئ المدرجات لكن عندما يأتي منتخب لبنان ما بتمتلئ المدرجات، تعبنا. نحن أنا مش عم بزد كلام بالهوى، نحتاج هذا الدولة، نحتاج أنه نحن نكون مع بعض. كون عندك أي انتماء، أنا عندي انتماء على رأس السطح، بس هذا انتمائي ما بيمنعني اتواصل معك، ما بيمنعني انه انا وياك نصيغ صيغه ليكون عنا عيش حضاري في هذا البلد. اذا انا مش قادر اعيش معك شو نفعي؟
إذا أنت مش قادر تعيش معي شو دورك؟ أي قيمة عندك؟ مش قادر تتعاون مع واحد عايش معك من أرضك ومن بيشرب ميتك وبيعيش معك وعايش نحن وياه منتقاسم الملح والخبز ومنتقاسم حياتنا مع بعضنا كلنا سوا، مش قادرين نعيش مع بعض؟ بدي دل يفكر مناطق نحن وإنتو؟ شو هالسخافة هاي؟ مش هيك نحن بنقول تلفزيون لبناني بيجمعنا كلنا. نعم. بكل الأطياف اللي من شهد أنا عم تابع، أنا عم بعمل. نعم. في شيء اسمه بالقانون، درسته أنا بالقانون، اسمه موجب بذل العناية. أنا هدفي موجب تحقيق الغاية، لكن أنا هو اللي عم بعملهم هو موجب. نعم. بذل العناية. أوكي. يعني شو مطلوب مني مثلا؟ هون كمان كتاب لمعالي وزير الطاقة مضيته هلأ بيكون أرسل، اللي هي إنه الشركات اللي أخذ تعهد من كهرباء لبنان لتأمن الخدمة في عمال عندها، هودي خاضعين لقانون العمل. وجهت كتاب بأنه هالشركات يجب عليها أن تدفع لهؤلاء العمال. أنا عم تحاول حرك هاي الظروف، هذا موجب بذل العناية. نعم. ليس من باب أنه خلص أنا أديت ما علي، لا، عم تابع معهم، عم بيجيني نقابات، عم بيجيني عمال، عم بيجيني الموظفين، عم نتابع معهم هذا الأمر. أوكي. لكن برجع بقول لك المسألة الرئيسية مرتبطة بشح الواردات، بس هذا ما بيخلينا نسكت، بيخلينا ندلنا نتابع، نفكر على صوت عالي، ندور الزوايا بهذا الموضوع. حلوة منك معاليك. موضوع توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها بتاريخ الإدارة بين حضرتك معالي الوزير وطلال أبو غزيري. نعم. يعني بس ياريت بتوضعنا بعناوينا تمهيدا لإجراء حلقة خاصة عنه. نعم. لأنه تستحق. سعادة الأستاذ طلال أبو غزيري. نعم. هو رمز وأيقونة في العالم العربي، بل له صار يعني الثقل العالمي الرجل. رجل عطى نموذج عن الإبداع. نعم. عن الحافزية، عن أن الطفولة وهو لاجئ أبعد من فلسطين المحتلة، عاش ببلدة الغازية في لبنان بوضع صعب، لكن إرادته، الحافزية اللي عنده، الأمل اللي عنده، كون نفسه وعمل شركات عالمية كبرى، وهو يعتبر من رواد التحول الرقمي في العالم العربي. نعم. والتعلم والتكنولوجيا والابتكار. هذا الرجل المنفتح الثمانيني في العمر البيولوجي، ولكنه أكثر من ذلك في عمر العطاء، وهذه مسألة مهمة جدا. راح إجا إلى لبنان من فترة، تعرف علي، أعجب بالطريقة اللي عم بيشتغل فيها، فحب، قال لي هذا يعني شيء كتير حلو، فآمن. وطبعا إجا عبر إخوة أصدقاء جماعة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، اللي بوجه لهم تحية. نعم. الأصدقاء اللي هني عم بيتعاونوا معنا بشكل كتير حلو، فتعرف علينا، آمن بما نفعله، ولقانا أنه عم نشتغل باللحم الحي من لا شيء. نعم. فقال لي أنا رح نعمل مذكرة تفاهم معك مهمة مجانية، يقدم فيها كل ما يستلزمه التحول الرقمي في وزارة العمل لنصل إلى المعاملة الإلكترونية. أيضا بقدم لي اللابتوبات، اللابتوب اللوازم يعني، وبيعمل لي ورش تدريبية مجانية لتأمين هذا التحول الرقمي بما لا أكلف معه الدولة اللبنانية ليرة واحدة. يعني بتستحق حلقة كاملة. ايه طبعا، مهم جدا. انا بدي اشكرك لوجودك معنا معالي وزير العمل بحكومة تصريف العمل مصطفى بيرم، شكرا لك. مشاكل إلى حلول بوزارة العمل. ايه اكيد إلى حلول، وانا من النوع اللي ما بتشائم، نحن ان شاء الله متفائلين ان شاء الله يا رب. وانا بقول لقدام في شيء تفاؤل للبنان ان شاء الله. غازنا سننتزعه بكل عزة وكرامة إن شاء الله. شكرا لك معالي الوزير مصطفى بيرم، برجع بكرر، وزير العمل بحكومة تصريف العمل. نحن لهون أصدقائي بنوصل نهاية حلقتنا، بشكركم، بشكر الفريق العامل، المخرج باسم جابر يعطيك ألف عافية. لقائنا معكم دائما بإطار مشاكل وحلول عبر شاشة الأم. إلى اللقاء.